انت النهارده الجمعيه العموميه اللي عملها الاتحاد المصري لكره القدم عملها على مسابقه كاس مصر. النهارده بيقول لك شالوا انديه كمان، بقت 92 نادي، ما اعرفش الكلام ده صح ولا غلط. هو يعني هو 98 نادي المفروض. بيقول لك شالوا برضو 6 انديه، ما اعرفش ليه. هل الكلام ده صح ولا غلط؟ ده كلام سمعته لكن مش متاكد منه، يعني عشان برضو ما بقاش بقول بفتي يعني. طيب هل ال 98 دول اتوجدوا بناء على ايه؟ اتوجدوا بناء على تصفيات كاس مصر. طب انت لو لغيت الموسم خلاص هترجع ل 219 نادي. انت واخد بالك؟ ايوه. ما هو انت هتلغي الموسم بنتائجه، وبالتالي الانديه القرارات اللي خدتها، وبالتالي القرارات اللي انت خدتها على ما يترتب عليه، يبقى البطوله باظت. بطوله كاس مصر باظت، يبقى مفيش، ملهاش حسابات. بالظبط. انت واخد بالك؟ الدوري العام اوريدي، الدوري الممتاز خلاص ده سكه لوحده. فانت عندك تداعيات كثيره جدا، محتاج انك تقعد تفكر وتاخد القرار بتؤدى وتروي، ولازم يبقى القرار محسوب. هتخسر قد ايه وتكسب قد ايه؟ الانديه اللي بترفض دلوقتي عندها حق، عندها حق على راسها الزمالك، عندهم حق. انت واخد بالك؟ هم قاعدين مجمدين عشان يبتدوا فتره اعداد. فعشان كده يبقى ربط الموسمين، ربط الموسمين. هو خد بالك، اسبانيا هتلعب نهائي كاس اسبانيا. الناديين اللي وصلوا ما وصلش، ريال مدريد وبرشلونه المره دي. مش عارف وصل ايه، اتلتيكو باين ولا مش عارف. يعني الفرقتين اللي وصلوا مش يعني من اللي هم فرق من اللي هي سوسيداد وكده. انت واخد بالك؟ دول مصممين يلعبوا نهائي الكاس. والاتحاد الاسباني اداهم الوعد ان هيتلعب نهائي الكاس، لكن مش بعدد كبير من الجمهور، بعدد اقل من الجمهور. و و و في حلول عشان الدنيا تمشي.